أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما نصيحتكم لمن حصلت له بعثة إلى الخارج إلى أحد بلاد الكفار للدراسة عندهم، وهل يشمله حديث من جامع المشركين فإنه مثلهم؟ هذا سبق الكلام فيه، إن يجوز السفر إلى بلاد، هذا السفر ما هو بسكنة، هذا سفر إلى بلاد المشركين لغرض التعلم، تعلم شيء لا يوجد عند المسلمين وهم بحاجة إليه، مثل الطب، مثل أمور الأسلحة، التدرب على الأسلحة، الأشياء التي هم يحسنونها ونحن بحاجة إليها. فيجوز الإنسان يسافر من أجل أن يتعلمها ليقوم بها عند المسلمين، فهذا من يباح بشرط أن يتمسك بدينه. أما المجامعة فمعناها السكنة والاستقرار عندهم، أما مجرد مار لحاجة أو لغرض أو لدراسة مؤقتة فهذا لا يعتبر مجامعة ولا سكنة. نعم.